بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن حركة الضباط الأحرار. البيان رقم 4. إلى كل الشرفاء والأحرار في سوريا، نحن قيادة القطاع الجنوبي من حركة الضباط الأحرار، نؤكد على العمل لتحقيق الأهداف التالية: أولاً، حماية المدنيين من عصابات الأمن وشبيحة النظام التي تعتدي على المتظاهرين العزل السلميين. ثانياً، الحفاظ على وحدة الجيش العربي السوري لإعادته للقيام بدوره الأساسي في حماية الوطن والمواطن. ثالثاً، مساعدة الضباط وصف ضباط وأفراد الجيش الشرفاء الراغبين بالانضمام إلى صفوفنا. رابعاً، المحافظة على سلمية الثورة السورية. كما كنا نتمنى أن نبارك لشعبنا العظيم بحلول شهر رمضان الكريم، شهر بشائر الخير، لكن النظام الأسدي لم يحترم خصوصية هذه المناسبة الكريمة وهذا الشهر الفضيل لدى الشعب السوري، وبدل أن يبادر إلى سحب قواته وشبيحته وإطلاق سراح المعتقلين، قام بتصعيد وحشيته وهمجيته التي طالت مختلف محافظات ومناطق ومدن سوريا حبيبة. وإن حركة الضباط الأحرار تستنكر هذه الهجمة الهمجية على المدن والقرى السورية، وخاصة في القطاع الجنوبي والأوسط والشرقي، كما تترحم على كافة شهداء، على كافة أرواح شهدائنا الأبرار. كما ندعو شرفاء الجيش الأحرار من ضباط وصف ضباط وأفراد بقول كلمتهم الحرة، وذلك بالانضمام إلى صفوف الضباط الأحرار. عاشت سوريا حرة أبية. النصر للشعب السوري الحر. النقيب قيس القطعنة، قائد القطاع الجنوبي من حركة الضباط الأحرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.